هذه هي حدائق أكوستيكا التي تأتينا من كتيبة الهندسة يومياً بشكل دائم بشكل مستمر. يا أخي هذه القذائف الأكوستيكية هذه هي التي تهدم البيوت والمنازل، لا تخلي شيئاً. العالم ماتت، استوت، لقمة الأكل ما عم تلاقيها من وراء هالقذائف. حتى ليش لون؟ أنت طلع على البيوت، طلع على الدمار، ما خلى بيت فوق بيت، ما خلى لا بنت لا ولاد لا شب لا طفل لا ولا ما خلى شيء. قذائف الأكوستيكا شرية، عم تجي على الولد عم تقتله، عم تجي على البنت عم تقتلها. يوميا بشكل دائم عندنا 4 أو 5 شهداء أو 10 شهداء. امبارح بالطيران الحربي أكثر من 15 شهيد، أكثر من 60 جريح، 8 صواريخ بالطيران الحربي نزلن علينا. اسمع، الطيران الحربي يوميا بشكل دائم من ايدا الدبابات والبي ام بيات اللي عم تقذف علينا من كتيبة الهندسة يوميا بشكل دائم.